السادة المشاهدين، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في النشرة الإخبارية المفصلة من قناة سهيل الفضائية قناة الثورة، والبداية كالمعتاد بأبرز العناوين. الأمين العام للأصلاح يتهم الصالح والبيض بالوقوف وراء أحداث العنف في جنوب الوطن. صنعاء تحتضن المؤتمر الأول للمرصد العربي التطوعي تحت شعار تطوعي حياة. ونستهل النشرة بسم الله الرحمن الرحيم. اتهم الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح عبد الوهاب الأنسي الرئيسين السابقين علي سالم البيض وعلي عبد الله صالح بوقوفهما وراء الأحداث وعمليات القتل التي استهدفت نشطاء الحراك الجنوبي بمدينة عدن في 21 من فبراير الجاري ذكرى انتصار سلطة الشعب. وقال في 21 من فبراير كان هناك احتفال والسلطات هي التي هيئت له وشاركنا فيه كغيرنا من المواطنين الذين عبروا عن رأيهم احتفاء بيوم نقل السلطة الذي نعتبره من أهم أهداف الثورة التي كان شعارها الأساس الشعب يريد إسقاط النظام، وتم إسقاط النظام بطريقة سلمية حضارية لا تزال حديث السياسيين في العالم العربي وفي غيره. وأوضح الأنسي أن العناصر التي قامت بعملية الفوضى ممن يسمون أنفسهم من الحراك ربما يكونون مندسين بتنسيق معروف وواضح بين الحراك الذي يديره علي سالم البيض وبين الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وأنصاره. والبيض قد تكلم عن هذا التنسيق بوضوح وقال: أنا أتلقى عونا من إيران لأحرر شعبي، هذا حسب كلامه، وهذه المسألة في غاية الوضوح. هذا وقد تقدم رئيس المكتب التنفيذي للإصلاح في محافظة حضرموت مساء أمس الاثنين بمبادرة إلى الرئيس عبد الرب منصور هادي تتضمن 5 نقاط لحقن الدماء ووقف أعمال العنف في الجنوب. وتنص المبادرة على أن الحسم العسكري لا يحل القضايا السياسية، وقد جربها النظام السابق منذ عام 2007 ولم تزد السلم والنسيج الاجتماعي إلا تمزيقا. وفي هذا السياق تؤكد المبادرة على أن حق التعبير السلمي الحضاري مكفول لكل المكونات الحركية والسياسية ومناشطها من اعتصامات ومسيرات، ويجب أن تكون هذه المناشط بالطرق السلمية الحضارية بعيدا عن ثقافات العنف والإلغاء الآخر، مع الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وتجريم كل من يستخدم أساليب العنف من أي جهة كانت. وتدعو المبادرة لتشكيل لجنة محايدة لما حصل في 21 من فبراير بعدن نتائج اللجنة للرأي العام ورفع كافة المظاهر المسلحة المستحدثة في المدن، فضلا عن إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين. وتقترح المبادرة أن يتبنى رئيس الجمهورية شخصيا أسر الضحايا والجرحى باعتباره أبا لكل المواطنين. أما في محافظة الضالع فقد دان المجلس الأهلي فيها عمل الشغب والفوضى والبلطجة وما أفضت إليه من أزهاق للأرواح الأبرياء وإحراق المقرات ودور القرآن ومعاهد العلم واستهداف المسيرات السلمية وترويع السكان الآمنين، وكذا الاعتداء على المتظاهرين السلميين واستخدام العنف من أي طرف كان. واعتبر مثل تلك الجرائم تستهدف السلم الاجتماعي ولا تمت بأي صلة لأخلاق وثقافة أبناء المحافظات الجنوبية، داعيا إلى محاسبة مرتكبي تلك الاعتداءات والمحرضين عليها. وحمل المجلس في بيان وزعه على وسائل الإعلام السلطات المحلية والأمنية بالمحافظة مسؤولية الانفلات الأمني وحماية المصالح والممتلكات الخاصة والعامة والقبض على مثيري الشغب والمحرضين على الفتن والاقتتال بين فئات المجتمع. التقى اللواء علي محسن صالح قائد المنطقة الشمالية الغربية صباح اليوم بصنعاء مدير الوكالة الأمريكية للتعاون والدفاع والأمن في الشرق الأوسط مارك رومر، وناقش اللقاء سير العملية الانتقالية ومراحلها القائمة على أسس المبادرة الخليجية ومدى التزام الأطراف المعنية بها بالشكل الذي يحقق آمال وتطلعات الشعب اليمني. كما ناقش الطرفان سير عملية التحضير للحوار الوطني الشامل.
كما التقى اللواء علي محسن صالح قائد المنطقة الشمالية الغربية اليوم بصنعاء نائب سفير تركي صبحي أنان والملحق العسكري التركي غير المقيم العقيد رفقي قيصر، وناقش اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والأواصر المتينة التي تربط بين اليمن وتركيا. وأشاد اللواء علي محسن بدور جمهورية تركيا في دعم تنمية الشعب اليمني في مختلف المجالات. ومن جانبه أكد الملحق العسكري التركي غير المقيم رغبة حكومة بلاده في توسيع وتعزيز التعاون العسكري مع اليمن، وذلك في مختلف المجالات العسكرية المتخصصة. وأشار إلى أنه سيتم فتح الملحقية العسكرية التركية خلال الفترة المقبلة في صنعاء، وذلك لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين. برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء ومشاركة 18 وفدا عربيا، أقام المرصد العربي التطوعي ومؤتمره الأول في العاصمة صنعاء تحت شعار تطوعي حياة، يهدف إلى تجسيد عملية التشبيك والتواصل بين المراكز العربية التطوعية وإيجاد شبكة وآلية لتبادل التجارب والخبرات من خلال ممثلي الوفود العربية التي ستشارك في المؤتمر، بالإضافة إلى تجسيد عملية التنسيق والسعي إلى نشر التجارب التطوعية في الوطن العربي. وجرى في الحفل إشهار المركز اليمني للعمل التطوعي والذي سيتولى إدارة الأعمال التطوعية في الجمهورية اليمنية، وكذلك التشبيك مع بقية المراكز العربية. كما أشار الدكتور جمال الحدي المدير التنفيذي للمرصد إلى أن نحو 18 وفدا من مختلف الدول العربية ستشاركون في المؤتمر الذي يقيم أعماله خلال يومي 26 و27 من فبراير الجاري برعاية دولة رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة. الجدير بالذكر أن المرصد العربي للعمل التطوعي افتتح مقره الرئيسي في صنعاء في سبتمبر الماضي، وكان الاتحاد العربي للعمل التطوعي التابع الدول العربية قد أقر إنشاء المقر الرئيسي للمرصد في العاصمة صنعاء على أن تتولى جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية إدارته وتشغيله. هذا وقد حظي الحفل بتغطية إعلامية واسعة تبرز الاهتمام الكبير بالعمل العربي التطوعي. كشف تقرير حكومي عن خسارة اليمن لعشرة مليارات دولار نتيجة الفساد المستشري في كل مرافق ومؤسسات الدولة، وتمثلت حالات الفساد في خصخصة مؤسسات وأصول حكومية بمبالغ زهيدة تمثل أقل من 25% من قيمتها الحقيقية، وكذلك نهب أراضي الدولة ومنح إعفاءات ضريبية وجمركية لمشاريع وهمية ونافذين، بالإضافة إلى سوء الإدارة لمؤسسات الدولة وخاصة الإنتاجية منها. وشدد التقرير على ضرورة بناء شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص لمكافحة هذه الظاهرة، كونها تشكل بيئة طاردة للاستثمار المحلي والأجنبي، وكذلك للأطراف التي ستكون متضررة، وبالتالي المصلحة تحتم مشاركة الجميع في محاربة هذه الظاهرة. قام اليوم طلاب جامعة عمران والملتقى الجامعي بإغلاق مبنى رئاسة جامعة عمران بعد اعتصام دام لأكثر من شهر، وذلك أمام مبنى رئاسة الجامعة لإقالة رئيسها وكل المفسدين. ويأتي هذا لعدم استجابة الجهات الحكومية المختصة في تحقيق مطلب الطلاب وأكاديمي الجامعة بإقالة الفاسدين. نظرا لعدم التجاوب من الجهات المختصة مع الجهود التي بذلها الملتقى الجامعي للتغيير لإنقاذ الجامعة من الوضع المتردي الذي آلت إليه، فقد قررنا البدء بالمرحلة التالية من التصعيد حتى تحقيق الأهداف المتمثلة في إحالة الفاسدين الذين دمروا
نظم المئات من أهالي مديرية ريف إب صباح اليوم مسيرة حاشدة جابت عددا من شوارع المحافظة، كما نظموا وقفة احتجاج أمام بوابة السلطة المحلية بمحافظة إب، مطالبين الجهات المختصة سرعة التدخل للقبض على عصابة مسلحة قامت بنهب أراضي المواطنين وإطلاق النار عليهم، والتي كان آخرها عملية إصابة المواطن عمر أحمد سنان الكامل. وطلبوا الجهات المختصة بوضع حد لتجاوزات عضو البرلمان علي صالح قعشة الذي يتهمونه المحتجون بالوقوف خلف هذه الأعمال الخارجة عن القانون. كم طلقة؟ طلقة واحدة بس، مع أنا بالنسبة لي شعرت بطلقة لكن ما أدري وش أغمي عليه ما أدري. في إب أيضا نظمت أحزاب اللقاء المشترك بمديرية حبيش ندوة سياسية عن الحوار الوطني، حيث ألقى الشيخ عبد الله حسن نائب رئيس فرع الإصلاح في الدائرة 94 كلمة رحب فيها بكل القوى السياسية المنظمة للندوة، داعيا الجميع لإنجاح المؤتمر الحوار الوطني القادم من خلال توعية المواطنين بأهمية، داعيا كافة القوى السياسية إلى الحرص على إنجاح الحوار الوطني من أجل حاضر ومستقبل اليمن. أما في تعز فقد اختتمت فعاليات الدورة الشرعية العلمية التي نظمتها على مدى أسبوع جمعية التآلف التنموية الخيرية بالتعاون مع جمعية أحياء التراث الإسلامي بدولة الكويت. شارك في الدورة 1000 طالب من عدد من الجهات المعنية بتحفيظ القرآن وعلومه ومدارس التحفيظ والحلقات القرآنية من مختلف المحافظات. وفي الاختتام حث رئيس مؤسسة التآلف أحمد السماوي طلبة العلم على نشر مبادئ وقيم الأخوة والمحبة والسلام بين أفراد المجتمع المسلم والارتقاء إلى مستوى التحدي من خلال نشر صورة الصحيحة للإسلام عبر انتهاج نهج الوسطية والاعتدال. دشن محلي مديرية ولد ربيع بقطاع رداع اليوم الدفعة الثانية من توزيع المساعدات الإيوائية والغذائية للأسر النازحة من مديرية ولد ربيع ومديرية القويشية جراء المواجهات التي جرت نهاية يناير الماضي بين الجيش والعناصر الإرهابية. وتستهدف المساعدات المقدمة من المؤسسة الاقتصادية اليمنية عبر الوحدة التنفيذية لإغاثة النازحين ل300 أسرة نزحت إلى عدة مناطق مختلفة أهمها رداء، حمة ناصر، وبيت سكران، ووادي ثاه، وقرية خبزة، وفقا لمسوح ميدانية أعدت لهذا الشأن. ختام هذه النشرة أعود فأذكركم بأهم وأبرز ما جاء فيها من أنباء. الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح يتهم صالح والبيض بالوقوف وراء أحداث العنف في جنوب الوطن. صنعاء مؤتمر الأول للمرصد العربي التطوعي تحت شعار تطوعي حياة. للمزيد من الأخبار ومتابعة برامجنا على قناة سهيل الفضائية زوروا موقعنا على الإنترنت سهيل.net. في أمان الله.